السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. والنهارده معانا كوردلس امباكت رينش دي تي دبليو 701 زد. ده مفك عزم بقدر استخدمه في فك وربط الصواميل، وقدره الجهاز اللي معانا النهارده 18 فولت. وعندنا الساعه بالنسبه للبرغي المعياري بتبدا من ام 10 الى ام 24، وبالنسبه للبرغي عالي الشد من ام 10 الى ام 16، وبالنسبه للسوكت او المسمار المربع 12.7. عندنا السرعه بدون حمل بتصل الى 2200 دوره في الدقيقه، وعندنا عدد الطرقات بيصل الى 2700 طرقه في الدقيقه. وزن الجهاز اللي معانا النهارده 2700 جرام. من ضمن المواصفات اللي بيتميز بيها الجهاز اللي معانا النهارده ان في سرعات متغيره، عندي فرامل وعندي اتجاهين وكمان في كشاف. وعندنا من ضمن المميزات الجميله اللي بتميز بيها جهازنا ايضا ان في وظيفه التوقف التلقائي، وعندنا برشلس موتور، وعندنا تكنولوجيا الحمايه الفائقه من الاتربه والسوائل الاكس بي تي. خلينا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونقف كده على المواصفات واحده واحده ونشوف مع بعض الجهاز بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بتاعنا مصمم بشكل مضغوط، وعندنا مقبض مفصلي طبعا لقمع الاهتزاز اثناء التشغيل. خلينا نشغل جهازنا كده مع بعض. دلوقتي جهازنا على السرعه رقم 4، وهنا بتقدر تتحكم في تغيير السرعه من خلال الضغطه على الزرار. في الحالة دي بس تقدر تتحكم في تغيير السرعة من خلال الضغط على الزرار، لازم يكون على السرعة القصوى، السرعة رقم 4. عندنا اتجاهين، وبلمسة بتقدر تبدل الاتجاه. عندنا اربع سرعات الكترونيه، ودي من ضمن المواصفات الجميله اللي في جهازنا. زي ما حضراتكم شايفين عندنا شاشه بالشكل ده، عندنا وضع الطرق بقدر ابدل ما بين اربع اوضاع للطرق من خلال المفتاح ده. فاحنا كده على السرعه رقم 4، هننزل بضغطه على السرعه رقم 3، وضع رقم 2، واخيرا الوضع رقم 1. تاني زرار بقدر اتحكم من خلاله في الاضاءة في الكشاف. لو حابب توفر في الطاقة بتاعت البطارية فتضغط ضغطة طويلة على الزرار ده فبيفصل لك الكشاف وكده مش هيشتغل معاك. بعد كده وظيفة التوقف التلقائي بروح على المود وبشغلها، وبقدر ابدل ما بين 3 اوضاع لوظيفة التوقف التلقائي. في الوضع رقم 1 بعد المفك بتاعنا ما يصدم المسمار ويفكه بيتوقف تماما. الوضع رقم 2 بيتوقف بعد ثانيتين. لو رحت على الوضع رقم 3 هنا بقى مش بيتوقف، لا بيهدي السرعه بتاعته وبيلف بالراحه بعد الصدمه مباشره. لاحظوا معايا، وهكذا في ربط المسمار برضو في الوضع الاولاني بيتوقف تماما، في الوضع الثاني بيتوقف بعد 5 ثواني، فمعانا جهاز قوي جدا وبيتميز بوظيفة التوقف التلقائي للأمام وللخلف. عندنا عزم عالي بيصل إلى 700 نيوتن متر،
وكمان عندنا برشلس موتور بيضمن لنا اداء تشغيل وقوه اكبر بكتير من الموتور العادي، وكمان عندنا اربع اوضاع للطرق بقدر ابدل ما بينهم. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.